السلام عليكم. هي يا بنت الوش ده مالك فيه؟ انت اديت اسماعيل 1.5 مليون؟ اديته فلوس بناتك؟ بناتي؟ اديت لاسماعيل 1.5 مليون. عندي فلوسي مش فلوس بناتي. مليون مرة قلت لك ما تتدخليش بيني وبين اهلي. تعرفي منين؟ عرفت زي ما عرفت. تتجسس عليا انا واهلي؟ انا لا بتجسس ولا حاجة. امال مين قالك؟ اللي قال لي شايف ان بناتك اولى وحب يحذرني عشان عارف ان انت ساذج واهلك بيستعبطوك. انا ساذج واهلي بيستعبطوك؟ خش انتي واختك لما قدامكم عشان هنمشي.